بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكل مشاهدينا ومتابعينا وحلقه جديده من اسال مع دعاء على الهواء مباشره. لما الواحد بتاخده الدنيا وتلهيه ويبدا يتجاوز شويه، يتنازل شويتين، يظلم ثلاث شويات ويقول لا اصله محدش شايف او محدش سامع، او مثلا يبقى عنده نفوذ ومثلا حد يشهد له، حد يداري عليه، حد يظبط له ورقه، وكل ما يزيد في جبروته اكتر ويطيح في اهل الأرض أكبر كل ما يتجبر أكتر. إنما بقى يوم القيامة هتكون المفاجأة اللي محدش هيقدر يتحملها، أيا كان بقى هو كان إيه، منصبه ولا اسمه ولا جاهه ولا واسطته. ممكن يتصدم لما يعرف إنه هناك بقى يوم القيامة الضربة والشهادة هتجيله بقى منين؟ لا يعني مش مثلا مش من أقرب الناس ليك، يعني مش هتجيلك من أمك مثلا ولا الأخت ولا الأب، لا لا، الضربة هتيجي منه هو شخصيا، من ايده، من رجله، من لسانه، ودانه، عينه، هيبقى مش عارف يسكتهم لانه ساعتها لا هما مش بتوعه، مش مسيطر عليهم، مش يدي اوردر لايده كده يقوم ايه مسكتها، مش يقفل عينه، لا لا لا، العين بقى هتقول على الحرام اللي شافته وما غضتش البصر، الايد بقى هتقول ضربت مين وسرقت مين ولمست ايه وخدت ايه، كل حاجة متسجلة بالدقيقة والثانية، الرجل هتعد الخطاوي اللي مشيتها في مشوار حرام. الحقيقة انه لما الواحد يتخيل المشهد ده، لا مشهد تقشعر له الابدان وتشيب له الرؤوس. هيحكي لنا عنه فضيلة الشيخ احمد الصباغ من علماء الازهر الشريف، منورنا يا فضيلة الشيخ. يا استاذ ربنا يبارك في حضرتك يا رب. توكل على الله. توكل على الله. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم خير الاسماء، بسم الله رب الارض والسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. ومرحبا بكم في برنامجكم اسأل مع دعاء قلبك يطيب، صلى الله عليه وسلم. الشهود على العبد يوم القيامة. المفاجأة أن في الشهود يوم القيامة أن الزمان يشهد كمان، والمكان يشهد باختصاره، والكعبة تشهد، والحجر الأسود يشهد، والآذان يشهد، والرسول يشهد، والصلاة تشهد، والجوارح والأعضاء يشهدون. سريعا إيه موضوع إن الزمان يشهد؟ يقول لك روي ما من يوم ينشق فجره ويطلع صبحه إلا وينادي على ابن آدم ويقول لك اليوم، كل يوم الصبح كده ويقول لك يا ابن آدم أنا خلق جديد. خلق جديد. مخلوق جديد النهاردة. أنا خلق، ده مين اللي بيقول بقى؟ اليوم. اللي بيتكلم دلوقتي اليوم. والكلام موجه لمين؟ للبني آدم. يقول لك يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنم مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. أدي شهادة الزمان. طب شهادة المكان يا مولانا لك أو عليك؟ شهادة المكان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت سورة الزلزلة، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ها ما لها. شوف التعجب، الحاجة ما لها، خد بالك هي مالها عاملة كده ليه؟ أيوة، إيه اللي حصل؟ الإنسان مستعجب. إيه بقى؟ النبي لما وصل للآية دي سأل الصحابة، شوف التعليم بقى، عشان الجماعة بتوع التربوي وبتوع التنمية البشرية المحترمين يجوا يتعلموا من سيدنا النبي. النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل للصحابة حاجة اسمها عصف ذهني. شوف التعليم، اتعلموه من النبي. فالنبي بدل ما يخبر بالمعلومة على طول يقوم يقول لهم ايه يا أستاذ دعاء؟ يقول لهم أتدرون ما أخبارها؟ قال الإنسان ما لها؟ يومئذ تحدثه أخبارها. فالنبي جه سائل الصحابة سؤال، قال لهم أتدرون ما أخبارها؟ تعرفين يعني ايه؟ قالوا الله ورسوله أعلم. احنا نعرف منين؟ قال إن الأرض ستشهد على العبد أو الأمة يوم القيامة بما فعل عليها، وتقول الأرض يا رب عبدك فلان فعل كذا في يوم كذا في مكان كذا. الأرض اللي انت عصيت عليها هتقول يا رب فلان ده او فلانة دي عملت المصيبة الفلانية في الساعة الفلانية في المكان الفلاني. ولذلك انا بوصي نفسي قبل الناس كلها دايما، خد الوصاية لله وسنلتقي بنادي الله. بقول اي مكان فعلت فيه ذنب او اثم او معصية حاول ترجع للمكان ده وتفعل فيه ان استطعت، وتفعل فيه طاعة او توبة
او استغفار او حاجة قربة من الله علشان ان الحسنات يذهبنا السيئات. يذهبنا السيئات. شوفي سعيد بن جبير رضي الله عنه لما جه سيدنا عبد الله بن عباس قرأ قول الله تعالى فما بكت عليهم السماء والارض، بكت يعني عيطت. قال له يا ابن عباس، ده سعيد بن جبير كما عند الطبري وغيره في التفسير، قال له يا ابن عباس اتبكي السماوات والارض؟ تصوروا من انا لقيت ان السماء والارض بتعيط؟ فقال له يا ابن عباس معقول السماء والارض بتبكي بيعيطوا يعني؟ تصوري ان سيدنا عبد الله بن عباس قال له نعم. وروي من طريق مجاهد قال ان السماء والارض يبكيان على موت المؤمن 40 يوما. السماء والارض بيبكوا على موت المؤمن 40 يوما. فابن عباس بقى بيرد على سعيد بن جبير قال له ايوه تبكي على السماء والارض، تبكي على المؤمن. قال له ازاي؟ قال له فان لكل مؤمن باب في السماء ينزل منه رزقه ويصعد منه عمله الصالح. فإذا مات ابن آدم المؤمن أغلق هذا الباب، فحزنت السماء وحزن هذا الباب على أن العمل الصالح الذي كان يرفع توقف، فتبكي السماء على هذا العبد المؤمن. طب المكان اللي في الأرض يا ابن عباس؟ قال وما من مؤمن إلا وله مكان يسجد فيه في الأرض، فإذا مات العبد الأرض تستوحش تقول أين الذي كان يسجد عليه، فتخبر أنه مات فتبكي عليه. يا ترى بقى السماء والارض هيبكوا علينا؟ اصل خدي بالك في واحد بيموت يا دعاء هانم السماء والارض والبني ادمين والحيوانات والمخلوقات بيستريحوا منه. وفي واحد بيموت السماء والارض والناس بيزعلوا عليه. ذلك النبي قال على إما على واحد المؤمن. عادي على المؤمن يعني شخص عادي مش نبي ولا حاجه، لا ولا حاجه، كل مؤمن السماء تقي. تزعل على شخص كل مؤمن تقي فهو لله ولي. هي السماء والارض مش هيبكوا على الاولياء والصالحين والانبياء فقط، بس طالما بيصلي ما بيأذيش حد، بيقرا قران في حاله مع نفسه خلاص. ممكن يبقى في حد ولي مش معروف يعني مش من مش من موردين يعني. من شروط الولايه عدم المعرفه. الله، الولي لو عرف انه ولي لسحبت منه الولايه. الولي نفسه تقول له يا مولانا، اقول لك منين؟ والله ده انا بتقرب بحبك الى الله. لا يا ابني ده انا كل ذنوب يا ابني ومعاصي. لو علم الولي، لو اعتقد الولي انه ولي ما كان وليا. يا رب يكون واضح. ولذلك ان الله يحب العبد التقي النقي الولي الخفي. دائما الاولياء يكونوا اخفياء. مفيش حد انما اللي يجي يقول لك انا ولي، لا اضرب بيه عرض الحائط ده ما يقولش. يبقى الزمان يشهد والمكان يشهد. ومن الأماكن التي تشهد الحجر الأسود. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الحجر يأتي وله عينان يبصر بهما يوم القيامة، يشهد بين يدي الله لكل من قبله أو استلمه أو أشار إليه. وفي رواية يأتي كالعروس التي تزف. والأذان يشهد. الأذان قال ما من مؤذن، سيدنا النبي قال كده، يؤذن ويسمعه حجر أو شجر أو مضر إلا ويشهد له بين يدي الله يوم القيامة. يشهد سمع وقام صلى او سمع وما صلاش او سمع، المهم ان هو سمع المؤذن يقول الله اكبر الله اكبر. يشهد له بين يدي الله يوم القيامه. ومين يشهد تاني؟ الرسول. تصوري فكيف اذا جئنا، قال الله فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. الاصعب من كده بقى يا استاذ على هؤلاء اللي هم امه محمد. يعني امه محمد، ما احنا هنشهد على الامم. امه محمد امه مقدمه، هي مؤخرة في الخلق وفي البعث. ولكن مقدمة يوم القيامة. تصوري بقى من أعجب الأحاديث اللي ترفع الأمة واللي الواحد يتباهى أن هو من أمة هذا النبي. ومما زادني الراجل قال كده تباهى. قال ومما زادني فخرا وتيها، محدش قد أنا رقبتي في السماء. قالوا له ليه؟ قال ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي. إيه أخمصي؟ اللي هو القدمين من تحت بيبقى فيهم مكان مجوف كده، اللي ما عندوش المكان ده بيبقى اسمه فلات فود. فالأخمص ده هو المفرغ. حتى النبي يقول ايه؟ لو انكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو في الصباح، يعني خماصا. خماصا يعني بطونها فارغه مجوفه. وتروح بطانا يعني تعود في اخر النهار بطونها ملأة. فالرجل بيتباهى ورقبته في السماء عشان ايه؟ قال ومما زادني فخرا وتيها وكدت باخمصي اطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وان ارسلت احمد لي نبيا. من أعجب الأحاديث اللي ترفع الأمة أوي أوي يوم القيامة إن ربنا قال ولنسألن الذين أرسل إليهم اللي هم الأمم ولنسألن المرسلين. فمن ضمن الأحاديث إن ربنا يأتي بنوح عليه السلام ويقول له يا نوح، الله اسمعوا يا أمة محمد على الكرم والفخر بتاعكم يوم القيامة. والله فخر كبير أوي. فربنا يسأل سيدنا نوح على مرأة ومسمع من الخلائق، يا نوح هل بلغت قومك؟ فيقول نعم يا رب.
الطبيعي. طب يا رب ما انت اعلم. قال ولكنها محكمة العدل لابد ان يكون على زي بيقولوا ايه على عينك يا ايه يا تاجر. ما انت يا رب عارف ان هو ايه انت اعلم انه بلغ ولكن لازم المحكمة لا يصدم فيها احد. ولذلك انا بقول هقول الجملة ديت وانشروها لله. عارف بقول ايه؟ ايه بقى؟ بقول اذ لم تجد عدلا في محكمة الارض إذ لم تجد عدلا في محكمة الأرض فارفع ملف قضيتك إلى محكمة السماء فإن القضية محفوظة والشهود ملائكة والقاضي هو أحكم الحاكمين. يعني في من الشهود ملائكة؟ أيوة الملائكة هتشهد. الملائكة هتشهد. لسه احنا جايين اهو. فربنا يسأل سيدنا نوح يا نوح هل بلغت قومك؟ يا رب بلغت نعم طبعا. فربنا يقول له ومن يشهد لك يا نوح؟ يقول له قومي يا رب. اسأل قومي. الله. فربنا يجيب قوم نوح هل بلغكم نوح؟ الإجابة كانت إيه يا أستاذ دعاء؟ تصوري كده؟ أنا عايزك تتصوري الإجابة. تخيلي قالوا إيه؟ قالوا إيه؟ لم يبلغنا ولا يا ريت كانت بقت هيئين. أنت عارف قالوا إيه؟ قالوا يا رب ما رأينا رسولا أصلا ما أتانا من رسول. فربنا وهو أعلم شوف الحكم العدل يقول له يا نوح من يشهد لك؟ أنت بتشهد أنك بلغت وأمك أنكرت أمتك أنكرت الشهادة. من يشهد لك؟ قال أمة محمد. الله يا أمة محمد تشهدون لنوح بالبلاغ؟ قالوا يا رب بلغ. فأمة نوح إيه اللي عرفكم إيه اللي دخلكم في الموضوع أنتم وأنتم كنتم معنا؟ قالوا رسولنا أخبرنا أن نوحا بلغكم وأن كلام نبينا صادق. فسيدنا النبي يقول فتشهدون أنتم لنوح بالبلاغ وأشهد أنا على شهادتكم وهذا هو قول الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. الله. مصطفى السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ليه سؤالين بس؟ تفضل. السؤال الأولاني معلش عن موضوع صلاة الجمعة. ها. أما أجي أنا أصلي دلوقتي أصلي إحنا مصلية ظهر. تمام. أنا ممكن أصلي ركعتين لصلاة الجمعة وأصلي بعد كده الظهر ولا أصلي على طول الظهر على طول؟ حاضر. طيب حاضر. يعني بالنسبة بقى صلاة الفجر طبعا كنا متعودين نصليها في الجامع. ربنا يكرمك. فدلوقتي إحنا نصلي الفجر نصلي السنه الاول وبعدين نصلي الـ 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 الفجر. طيب بالنسبه لو انا راحت عليها النومه مثلا وصليتها هي الصبح اصلي الضحى امتى بقى؟ طيب حاضر. شكرا يا استاذ مصطفى. صلاه الجمعه تصلى ظهرا ولا جمعه؟ صلاه الجمعه اذا صلت في المسجد تصلى جمعه. واذا صلت في البيت او خارج المسجد او في الرحال او في الطريق سواء بقى لاصحاب الاعذار اللي هو البواباء اللي احنا فيه تصلى ظهرا 4 ركعات لا علاقه لها بالجمعه لا من قريب ولا من بعيد وناخذ الاجر كامل لان ده امر اضطراري. طيب مفيش حاجه اسمها طيب صلاه الجمعه. لو رب كلمة اسره جمعه دي تتشال. لو رب اسره وساكنين في بيت عيله والراجل صالح لا يجوز اقامه الجمعه في البيوت. ما يجوز. من شروط صلاه الجمعه ان تكون في الجامع. اسمها جمعه فلا بد ان تكون في الجامع. ثلاثة أربعة شقق يصلوا جماعه. لا. في المصنع لا يصلوها يصلوا جماعه بس ظهر يصلوا 4 ركعات. 4 ركعات انما لا في خطبه ظهر. ولا في كذا خالص. ولا الكلام ده. طب صلاه الفجر بقى يصليها امتى لو صحي متاخر والضحى يصليه اما ان تكون قبل الشروق واما ان تكون بعد الشروق. لو كانت الصبح او الفجر ما مش مشكله في الالفاظ. لو كانت قبل الشروق هيصلي السنه الاول وبعد كده جايب الفرض. تمام. طب لو قام بعد صلاه بعد الشمس ودي انا مش بحبها ودي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم خدت بالك. يصلي الاول الفرض وبعدين يجيب بعديه السنه. يبقى قبل الشروق السنه الاول. بعد الشروق السنه وبعد الفرض يقدم. الضحى بقى بعد شروق الشمس بتلت ساعه الى ما قبل صلاه الظهر بدقائق ولو بدقائق. وكل صلاه الضحى ما تؤخر الى الظهر تبقى اقرب الى الظهر اولى. والله كل ما تتاخر 10 11 12 الا ربع كده يتصل. طيب وبعدين احنا زعلانين على الجماعات ليه؟ ما تقيم الجماعات في البيوت. ياخد فرصه كبيره قوي تصلي بزوجتك وتصلي باولادك وتقراوا ايات مع بعض وتسمع اولادك احاديث النبي. ده فرصه. والله لو الناس ياخدوا ديت فرصه ان انا اصلي باهلي. كان الواحد يقعد يعلم اولاده ويعلم زوجته. طب ما تصلي باولادك. خلي اولادك يتوضوا قدامك واقول لهم السنن القبليه والبعديه. كل صلاه وانا اعرف واحد كده يا استاذ على فكره بيصلي هو واولاده وكل فرض من الفروض الخمسه كل واحد يقول حديث من احاديث النبي او ايه او معلومه. الله. ويجوا اخر اليوم انت قلت ايه وانت قلت ايه. طب ما ده ممتاز. ده زي الفل ان شاء الله. لا دي فرصة عظيمة للمواظبة على الصلاه. العيال اللي ما بيواظبوش على الصلاه وفي التمارين وفي النادي وفي مش عارفه ايه أيوة قاعدين
قاعدين ما بيعملوش حاجه، ففرصه عظيمه ان هم يواظبوا. فرصه عظيمه لو انت عندك ولد بقى مميز او 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 طفل بالغ، خليه يصلي بيك، قدمه بقى يصلي وعوده بقى على المواجهه. صحيح هيبقى مبسوط. دلوقتي شهاده الجوارح هي بتشهد في الوحش بس ولا بتشهد حلو ووحش؟ حلو ووحش. شوفي من اعجب ما تقرأين قول الله تعالى: اليوم نطمس على افواههم. اليوم نختم على افواههم، سوره ياسين. اليوم نختم على افواههم، يعني بقهم يعني الفم. وتكلمنا ايديهم. وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. وقال الله تعالى في سوره اخرى: وتكلمنا ايديهم. وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. يعني الايه الثانيه هتتكلم زي الايه الثانيه. انت عارف ربنا قال سبحانه وتعالى: ويوم يحشر اعداء الله الى النار فهم يوزعون. حتى اذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم. يعني ايه يوزعون؟ يوزعون يعني يدفعون الى النار. شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم، بعض اهل العلم قالوا الجلود هنا المقصود بها الفروج، بس القران كتاب مؤدب فما يقولش وفروجهم، قال وجلودهم. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ ليه كده؟ ده احنا كنا بنعمل كده عشانكم. قالوا: احنا مالناش علاقه، انطقنا الله الذي انطق كل شيء. وتصور ان سيدنا النبي قاعد كده مع الصحابه فقال لهم اعجبوا، النبي ابتسم، قالوا له: بتبتسم يا رسول الله؟ ما فيش يعني مناسبه للابتسام. قال: اعجبوا من محاججه العبد لربه يوم القيامه. قالوا له: ازاي؟ العبد عبد والرب رب. العبد برضه عايز اقول لحضرتك مجادل حتى مع الله. فيقول له: يا رب انا لا معترف بشهاده الملائكه، ولا معترف بالكتب اللي مكتوبه دي، ولا معترف باللي شهدوا عليه، ولا قالوا: امال ايه يا عبد؟ نفضل لقاوح لاخر ثانيه كده، مقاوح حتى بين يدي الله لاخر لحظه كده. والجمال بقى ان ربنا صابر عليه سبحانه وتعالى. سبحانك يا رب. فالعبد يقول له: انا مش عاجبني ولا معترف بده كله. قالوا: امال ايه يا عبد؟ ايه اللي يشهد لك؟ قال له: لا اجيز ولا اقبل شاهدا علي الا من نفسي. هو فكر ان نفسه هتساعده، هتشهد معاه، هتقف جنبه. سبحانك يا رب. فربنا سبحانه وتعالى يطمس على فيه لسانه يقف، ثم يأمر الجوارح أن تنطق، فتبقى الفضيحة بقى. الإيد تقول: وأنا ضربت، وأنا مضيت زور، يا ساتر يا رب. والعين تقول: وأنا نظرت، والفرج يقول: وأنا فعلت، والإيد تقول: وأنا، والرجل تقول: وأنا. فالعبد يبقى ثم يسمح الله له بالكلام مرة ثانية. فالعبد مجرد ما يتكلم يعاتب الجوارح، يقول لهم: لما شهدتم علينا؟ فعن كنا كنت أناضل. فيقول، فتقول الجوارح والأعضاء: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. مش بإيدينا. فيا رب نعمل لليوم ده حساب يا رب، كل الجوارح تشهد لك أو عليك، ربنا يجعلها تشهد لنا لا علينا بإذن الله تعالى. يا رب يا رب تشهد علينا في الحلقة دي، تشهد لينا تشهد لنا في هذه الحلقة. اننا يا رب انا خفت دلوقتي. لا 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 لا، ربنا غفور رحيم. انا خفت من الكلام اللي حضرتك قلته. لا لا لا. والمهم ان لا لا، دي حاجة كويسة اننا نخاف، لازم نفتكر ونتعظ ونخاف. شكرا جزيلا فضيلة الشيخ احمد الصباغ. بعد الفاصل مكملين مع حضراتكم على الهواء مباشرة. أهلا بيكم مشاهدينا مرة تانية. تهادوا تحابوا، مين في الدنيا ما يحبش حد يدخل عليه بهدية كده يفرحه ويدخل السرور على قلبه، حتى لو كان أكثر الناس يعني ارتياحا يعني ومرتاح ماديا. يعني حد لو دخل عليه بهدية هيفرح بيها. أنا شخصيا لو حد دخل عليا بحاجة بإزازة زيت والله يعني بأي حاجة، بأي حاجة ليها علاقة يعني بالحاجات اللي احنا بنحتاجها في البيت العادية هتبسط بيها، فما بالنا الأكثر احتياجا والأشد فقرا لو دخل لهم حاجة في صورة هدية، مش في صورة مساعدة أو في صورة حاجة بنقدمها لك أنت محتاجها وهتموت عليها. لا، هدية حلوة ندخل بيها السرور على قلب الناس، أكيد يعني إن شاء الله يا رب ناخد ثوابين، ثواب العمل الخير وثواب ادخال السرور على قلب الناس. دكتور مصطفى فتح الله المتحدث الرسمي باسم جمعيه البر والتقوى، ازاي حضرتك؟ اهلا وسهلا ومرحبا، اعزكم الله. حضرتك بتفرح بالهدايا؟ طبعا طبعا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الهديه صلى الله عليه وسلم، ونحمد الله تبارك وتعالى ان هديتنا من قبل الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرح بنا وجه نبينا يوم القيامة. مين اللي ممكن تروح له وتدي له هدية وهو محتاجها بس بتقدمها له في شكل هدية عشان ما يحسش أنه يعني حاجة يعني؟ هم الذين قال الله فيهم تحسبهم أغنياء من التعفف. تخيلي فقير
كل ما تدي له يقول لك لا انا مش عايز. الحمد لله ده انا عندي خير، وانت عارفه ان هو ما عندوش اي صحيح. حاجه كتير والله. فتخيلي هو دايما اذا سال يسال الله تبارك وتعالى. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيضع في قلوب الناس حواليه الخير علشان يجروا بسرعه عليه يقولوا له احنا ما نعرفش جينا لك ازاي. لا انتوا جيتوا له بعد ما هو قال يا رب فرفعت حاجته الى الله تبارك وتعالى، وبعد رفع الحاجه ربنا اختاركم انتم علشان تروحوا تفرحوا. جميل. فهو ده الفقير، هو ده اليتيم، هو ده المحتاج، هي دي الارمله. طيب اليتيم كمان يعني بيبقى عنده شويه فكره نقص الحنان، يعني ان حد هو يعني في ظروفه دي عايز حد يقدم له الخدمه ويحن عليه. نعم. فانه كمان ما عندوش الحنيه، وانه مش بس مراعاه اليتيم مش بس بارسال الحاجات ليه، لا كمان حد يزوره مع الهدايا ويتبسط يعني ان هو بيديله الحاجه. تمام. انا عايز اقول لحضرتك حاجه، الاولى قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا اثنين اليتيم والغريب، فقد كنت في صغري يتيما وكنت في كبري غريبا. فتخيلي حضرتك ده الحديث وحديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ماتت الأم بنقول إيه للولد؟ الولد ده إيه؟ يتيم. طب إذا مات الأب بنقول له إيه؟ لطيم. فاليتيم أو اللي ملوش أب وأم جمع بين أمرين، لطيم كأن الأيام تلاطمه لأن ما عندوش ما يكفيه، ويتيم لأنه ليس هناك حنانا عليه. وده باب برضه من أبواب الجنة، واللي وصى بها حضرة النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، فهو يعلم قدر من يكفل اليتيم. حينما يأتي أحد الناس ويقول يا رسول الله أشعر في قلبي بقلبي بانقباض شديدة، فقال ضع يدك على رأس يتيم. فتخيلي حضرتك أنه هو يضع يده على رأس يتيم بكل شعرة مشيت فوق بكل شعرة تحت كف إيديه حسنات. فما بالك أنه يطعم هذا اليتيم، يكبر هذا اليتيم، يدخله للمجتمع إنسان صالح لا ينقصه شيء. تخيلي اليتيم ده هو اللي هيجي يوم القيامة ويأتي أمام النبي ويأتي أمام رب العالمين ليأخذ صاحب هذا أو هذا الصحابي معه إلى الجنة. جميل. فقد إيه إحنا محتاجين لده. وطبعا الأيام ديت إحنا كنا بنملى الدنيا ضجيج وأفراح وحفلات وبنروح لملاجئ اليتامى وبنروح هنا وهنا، لكن ممكن تملأ الدنيا ضجيج برضو ويباهى بالناس اللي هتعمل نفس الحاجات، مش لازم بشو، مش لازم بتصوير، او بالزبط. مش يعني مش حكايه كمان تصوير، مش لازم باننا نروح في وقت معين في ساعه معينه في يوم الناس كلها تتجمع فيه، ممكن يعني عندنا ايام ربنا. لذلك هي الحكمه من الله سبحانه وتعالى ان اتمنعت الحفلات وكذا وكذا. صحيح. وكذا. تعالوا بقى الحكمه ان احنا اتقفلت علشان موضوع الشيء اللي احنا عندنا ده، فربنا بينظر مننا هتعملوا ايه. يلا فكروا تدبروا هتعملوا ايه. لو كانت الحفلة بتتكون من كذا اموال وكذا وبنروح نتصور ونعمل وبتاع، لا انا مش عايز ده، انا عايز كل القيمة تصب في اليتيم، تصب في اطعامه، ليس ليوم واحد، ليس لاحتفال واحد في السنة، ولكن ولا السنة كلها، لكن العمر كله كلنا. وانا عايز اقول لحضرتك ان حينما ربنا سبحانه وتعالى خلق الانسان خلق معاه رزق زيادة، وقال له ان الرزق الزيادة ده انا موكلك وكاتب اسمك عندي في الملأ الاعلى ان هذا التوكيل الفلوس دي هتديها لفلان، هيكون يا اما يتيم يا اما محتاج يا اما فقير. فشرف كبير قوي ان انت هيبقى اسمك مكتوب. طب ايه كمان يا رب؟ ده انت لما تروح او تبعت المال لهذا اليتيم او المحتاج هيكتب لك انت في سجل حسناتك، وفي الأمر الثاني هتغفر لك ذنوبك. يبقى أي شرف هذا؟ أدي شرف درع بيتحط على إيه؟ على صدر كل واحد ربنا اداله من رزقه. إذا منعت هذا عن المحتاج، عن اليتيم، عن كذا وكذا وكذا، أخذ الله منك هذه الزيادة وأعطاها لواحد آخر، وفقدت انت الميزة، وفقدت انت ان انت تكون بتعطي، أو ان ادهالك فبدأت تمن بيها على الفقير
وبرضو ساعتها ما خدتش الجزاء بتاعها من الله سبحانه وتعالى. هذا مال الله وهذه أرض الله وهذا عرش الله ونحن عبادا خلقنا الله لننفذ أوامره سبحانه وتعالى. فيجب أن نتأدب مع رب العالمين. معانا زيادة يبقى نخرج للفقير لليتيم للمسكين. أحيانا بتبقى في أسر يعني ممكن يبقى الأب اختفى. في كتير يعني بيجي لنا قصص كتير، الأب بيسافر ومالوش الأسرة، ما بيبقالهاش عائل يعني. الأولاد يعتبروا يتامى يعني. احيانا تبقى في اسر طبعا سيدات كتير ارامل. سمعت انكم عاملين حصر بقرى مليانه من الارامل. فهل بتختلف معامله اليتيم في هذه الاسر عن معامله اي حد يعني في ملجا؟ عايز اقول لحضرتك مثلا من ضمن الحاجات اللي احنا بنعملها، اذا كان الملاجئ ده باب، فانا عايز اقول لحضرتك ان من كثره الحالات اللي الحمد لله مش هقول المؤسسه بتكفلها او الجمعيه، ولكن حضراتكم انتم اللي بتكفلوها والناس الطيبين اصحاب القلوب الطيبه والقلوب الرحيمه والناس اللي بتتاجر مع ربنا سبحانه وتعالى حقا. عايز اقول ان كتير احنا ما بنقدرش يعني نقدر نصور الكمية. يعني مثلا من ضمن الحالات شاب 38 سنة وفي أسرة فقيرة، زوج مع زوجته ومع أربع أولاده، وفجأة أثناء مثلا المطر اللي حصل الفترة اللي فاتت دي وقاعدين على طبلية بسيطة قوي من ضمن الحالات اللي احنا بنشوفها الناس الفقراء، يقع حائط الجار على الرجل فيموت في الحال. يا ساتر يا رب. تخيلي الصدمة، المرأة تصبح أرملة في لحظة، الولاد يصبحوا وهو في وسط ولاده. دي حالة يعني دي حالة انتوا عارفين حالة يعني عندنا 38 سنة اسمه محمد ناصر قاعد في وسط ولاده وبعدين بياكلوا وبيقتاتوا القليل فيقع حائط الجار عليه فيموت. فترى الأم الزوجة المكلومة زوجها هو بيموت قدامها وأربع أطفال يتامى. فأصبحت هذه المرأة صدق فيها حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، الساعي على الأرملة والمسكين اللي هم اليتامى دول كالمجاهد في سبيل الله، أو كالقائم الليل لا يفطر، أو الصائم بالنهار لا يفطر. القائم بالنهار والصائم الصائم بالنهار والقائم بالليل والمجاهد في سبيل الله. حالة زي دي لما أنا أبني لها جدار عليها أربع حيطان وعمل لها سقف وعيشها عيشة كويسة وتفضل معاها لأنها أم يتامى. عارفة حضرتك الأرملة اللي شافت جوزها وبيموت قدامها وهي لا تملك في إيديها في الدنيا، مش قادرة تملك مال، هتملك إيه يوم القيامة؟ قال المصطفى صلى الله عليه وسلم وأنا أول من يحرك حلاق الجنة بيدي، أضع يدي في حلاق الجنة أفتح الباب فأجد امرأة تضع يدها في يدي. فسألت أخي جبريل من هذه يا جبريل؟ قال هذه المرأة التي مات عنها زوجها. أم اليتامى يا محمد، أم اليتامى يا رسول الله، تريد أن تدخل الجنة مع النبي. فتخيلي أنك قد كفلت هذه المرأة وأبناءها بينما تدخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول له يا رسول الله دعاء كانت في الدنيا بتطعمني أنا وأبنائي. فينادى عليك فتدخلي الجنة مع النبي، مع الصديقة، مع سيدنا، مع أمنا خديجة وأمنا عائشة. كفلت في الدنيا فكفلك رسول الله يوم القيامة. هذا هو حال اليتامى وحال من يقف مع اليتامى. فتخيلي هذه الحالة أمامنا من آلاف الحالات، أن نستر عليها بجدار، أن نستر عليها بسقف. الذي يأتي لها الخير اللي بيجي ده كل ده بينصب. وبرضو عايز أقول لك عنوانها موجود وبلدها موجودة ومكانها موجود، اللي في قلبه حاسس أنه عايز يشيلها لغاية يوم القيامة أهلا وسهلا وتعالى معانا، تعالى نوريك البيت ونقول لك مصاريفهم إيه والولاد كذا وكذا، حالة يعني 2 3 10. بيبقى عندك الحالة مش بس اسم أو كود أو رقم أو كذا، ولكن مكانه، عنوانه، بيته، لو المتبرع عايز يروح يشوفه بنفسه. هو ده اليقين، هو ده وهو يكفل العيل. عنده كام ولد وبنت، في مدارس قد ايه كده، الزوجة اكيد مش بتشتغل لانه يعني في القرى المصرية. عارف حضرتك انا اي حد بيرسل مبلغ
وبيأتيه الإيصال مسجل، وبقول له المكان أو الحاجة اللي أنت عايز تحط المال ده فيه علشان أحقق له المكان والزمان اللي يقدر من خلاله يروح يشوف. بلى ولكن ليطمئن قلبي، عشان ما حدش يجي يقول أنا دفعت هو فين. فأنا عايز أقول إن إحنا نفسنا بننزل وبنشوف القرى، وطبعا ما أحوج القرى دلوقتي وما أحوج المساكين واليتامى في هذا الوقت الذي نحن فيه. طيب إحنا لسه مكملين فقرتنا مع دكتور مصطفى، ولكن بعد فاصل قصير. أهلا بكم مشاهدينا مرة تانية. دايما ندعي الدعاء اللي بيقول اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، ونعرف أنه من ستر مؤمنا في الدنيا ستره الله يوم القيامة. فعشان كده يعني إحنا الهدف في الآخر أن كلنا نتستر. فيعني دكتور مصطفى، إزاي ندعي وتحقق هذا الدعاء؟ الحمد لله، الدعاء ليس فقط هو السبيل للقبول، ولكن بجانب الدعاء يجب أن يكون هناك إمداد من الخير. يعني إحنا بنتكلم في مجال اليتامى، طيب أنا دلوقتي لما يكون قدامي بنت يتيمة في سن الزواج، طيب إيه الحال إن أنا أفضل كل شوية أقول لها ربنا يكرمك يا بنتي وإن شاء الله ربنا يتقبل الدعاء؟ بس زي ما قلنا، حينما يتقبل الله الدعاء يكون الدعاء على يد حد من الصالحين، حد من الأغنياء، حد من المقتدرين. طيب تعالى النهاردة لما كلنا نشترك 10 أو 5 في إن إحنا نهيئ لهذه اليتيمة البيت والمسكن، وإن هي ربنا إن شاء الله رزقها بواحد خطيب ليها عايز يتمم هذا الزواج، يبقى إحنا عملنا إيه؟ رقم واحد، بنينا بيت مسلم، النسل الذي يأتي من خلفه يوحد الله. الله سبحانه وتعالى كلما وحد الله وكبر الله وصلى وصام وقرأ القرآن بعد 50-60 سنة لغاية ما عجز وبقى جد، محطوط في ميزان حسنات كل من أقام هذا البيت. طيب إحنا سترناها بأن إحنا جبنا لها حجرة نوم أو كذا أو كذا أو طعام أو شراب وبنينا بيت. تخيلي حضرتك، بنترك الأمر بعد كده للزوج أنه هو يبدأ بعد كده يكفل العيلة، سلمنا الإيه؟ الإشارة أو العلامة أو العلم لهذا الزوج. تم بناء هذا البيت، نبحث عن بيت تاني وبيت ثالث ورابع. كل هذه البيوت عند رب العالمين قصور لنا في الجنة. مش لازم أن أنت تكفل اليتيمة كلها، تعالى نتفق إحنا 3-4، وده اللي إحنا بنعمله برضو، إن إحنا عايزين يتامى. طب اليتيم ده محتاج مثلا 5000 جنيه، يبقى إحنا 2 أو 3 ونقسم المبلغ عليهم الشهر ده، ونبدأ كل شهر نقول إن هو بيحتاج المبلغ ده فبنكفله هذا الأمر. شاهد في الموضوع إيه؟ إن إحنا كلما أقمنا رأس أي حد راسه منكزة، يبقى احنا حطيناه في موضع العزة، وكان العبادة بتاعته عن عزة والحب لله سبحانه وتعالى. مش هيجي يوم من الأيام، تخيلي حضرتك، يرى واحد في المنام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له استعد أن تكون معي في الجنة. قال كيف يا رسول الله؟ قال أن تنام كل ليلة وليس في قلبك مثقال بغضاء لأحد من العباد. ما حدش ينام وهو كاره عبد أو كاره حد أو في بغضاء في قلبه. تخيلي أنا لما بفرج على اليتيمة دي، بفرج عليها وبفتح لها بيتها، مش هتيجي بعد كده تحقد على الغني، مش كده؟ يبقى إذن علينا أن احنا نمدهم بالخير، ولا ننسى أن الله لا ينسانا أبدا من فضله. جميل، ندعي في آخر الفقرة بقى، ندعي لهم وندعي لكل اليتامى، وندعو للناس وندعو لبلدنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل يا ربنا على حبيبك محمدا في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم أنفق يا ربي على من ينفق على اليتامى، اللهم أنفق يا ربنا على كل من ينفق يا ربي على المحتاجين.
اللهم إن لك خلفاء يا ربي وكلتهم بالفقراء في الدنيا، فحنن قلوبهم ويسر أمورهم واغفر ذنوبهم يا رب العالمين. اللهم اجعل يا ربي الدنيا ليست أكبر همنا. نسألك يا ربنا أن تجعل يا ربنا يوم القيامة هي همنا، همنا أن نراك وأنت عنا راض وعن حبيبك المصطفى ويكون عنا راض. اللهم إنا نسألك أن ترفع عنا البلاء والغلاء والوباء يا رب العالمين، وأن تؤمنا يا ربنا في أوطاننا. نسألك يا ربنا ولا نسأل غيرك، فأنت الواحد الأحد، أنت الفرد الصمد، أنت الذي تجيب من دعا يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، يا أجود الأجودين. اللهم آتي كل منفق خلفا، اللهم آتي كل منفق خلفا. اللهم كما بلغنا شهر رجب وشعبان، فنسألك أن تبلغنا شهر رمضان زائدين غير منقوصين يا رب العالمين. آمين 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 آمين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم تقبل دكتور مصطفى طحنت، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. فاصل قصير ونعود. أهلا بكم مشاهدينا مرة تانية. أخبار الحظر إيه؟ أخبار القعدة في البيت إيه؟ ما بنخرجش من المطبخ ولا قدام التلاجة. كل اللي بنعمله إننا قاعدين بنعمل أكل، والبهوات البشوات قاعدين مشرفين. فأعملي لي قهوة، أعملي لي معرفش كيكة بقى مع الشاي، مش عارفة، طول النهار كده. طيب الكوافيرات قفلت، الستات اللي متعودين يعملوا شعرهم وهم برا ومفيش جوه، ف يعني دونت ميكس. الراجل قاعد طول النهار واحنا طول النهار في المطبخ، فلازم شويه اهتمام الحقيقه بالشكل. طيب نعمل ايه؟ كم الكوميكس اللي داخله بتتريق على، ونجلاء سرحان معايا وعماله تضحك اهي، الكوميكس اللي بتتدخل على شكل الستات. انا لدرجه ان هم مصورين سمير غانم بالشنب ولابس باروكه ويقول لك شكلك في البيت لما قفل الكوافيرت. يعني يا جماعه هرتونا تريقة. الشعر كمان، موضوع انك ما بتعمليش شعرك في البيت دي والحظر وبتاع ومفيش كوافيرات، دي البنات تتصرف فيها ازاي؟ انا عايزه اقول لك الاول، يعني ان شاء الله باذن الله كده الموضوع ده يعدي على خير ان شاء يا الله، يا رب يا رب، وباذن الله سريعا ان شاء الله، وربنا يا رب يحمي مصر يا رب والشعب المصري كله يا رب ان شاء الله، يا رب ان شاء الله يعدي يا رب ان شاء الله. عايزه اقول لك ان الست طبعا دي فتره بقى لازم نستغلها بصراحه. يعني فترة أنا قاعدة في البيت لازم استغل بقى، أعمل كل حاجة، أعتني ببشرتي وأعتني بشعري، بحاجات كتيرة قوي يعني. غير أن أنا بقى بعتني بجوزي وأقعد الكيك والحاجات دي، لا أعتني بشعري شوية. طبعا الكوافيرات قفلت، أنا بقول دي فترة أن احنا نستغل أن احنا نحافظ على شعرنا ونبدأ نعمل روتين ليه. بمعنى ان انا في ناس كتيره بقى اشتكت، انا شعري طبعا مجعد مش عارفه تعمل ايه. في ناس ما بتعرفش تستخدم البيبي ليس، في ناس ما بتعرفش تستخدم السشوار لنفسها بالظبط، ده بيبي ليس ولا السشوار، فطبعا اللي هو هوا بس بالظبط. الشعر المجعد بدا يظهر. طب احنا في شركه اورجانيكا عاملين الحل ده من فتره بقى، من قبل الاجازه دي. اقول لك بتستغلي الحظر؟ لا، هي شغاله في القصه دي من زمان. طيب دلوقتي احنا عملنا الكيت اللي هي بتاعه الفرد الشعر، اربع ايتمز فيها، هم في المفروض ان احنا عاملينها علاجيه. يعني بمعنى ان انا الكيت دي علاجيه، كلها علاجيه من اول الشامبو لحد السيرم. بمعنى ان انا الشامبو علاجي، بشتغل على بصيلات الشعر، بغذي بصيلات الشعر، عندي بروتينات القمح فيه، عندي مجموعه من الزيوت الطبيعيه، عندي كيراتين، عندي كولاجين فيه، عندي مجموعه هايله من الاحماض الامينيه اللي بتساعد على تكوين الشعرايه كمان، عندي زيوت طبيعيه زي الجوجوبا، زي زيت الزيتون، زي زيت اللوز، زي زيت بذره الكتان الغني باوميجا 3 و6. يعني عندنا مجموعه كده حلوه قوي في الشامبو. فالشامبو مغذي، وكمان فري املاح الصوديوم، ما فيهوش سلفيت ولا املاح صوديوم. طب ده ايه؟ ده ما بيخليش الشعرايه تهيش ولا تنشف ولا تتقصف. معنى ان انا بديها بعمل لها كفر الشعرايه وبحميها بالثلاث طبقات اللي الشامبو بيعملها لي. طيب عندي ايه بقى؟ عندي البروتين اللي هو اساس بقى المجموعه، البروتين الطبي. البروتين الطبي ده عايزه اقول لك بجد يعني هايل، لان هو زيرو فورمالين،
ما فيهوش اي كيميكالز خالص، كل المواد طبيعيه، في زبده شيا، في زيوت طبيعيه، في بروتين، في بروتينات القمح، في احماض امينيه، في فيتامين اي واي للشعر، في حاجات كتيره بتشتغل على الشعريه نفسها. الشعريه دعاء يمكن احنا شرحنا قبل كده، قلنا يا جماعه ان هي عباره عن خلايا كلها جنب بعض. لو الخلايا دي بعيده انا الشعر عندي هلكان وبايظ. وطبعا انا عايزه اقول لك ان هلكان الشعر ده بيجي من حاجات كتيره قوي، ان انا كنت بستخدم صبغه كتير بقى، خلاص انا قعدت في البيت ما ابداش ان انا اخد اعمل صبغه كتير، ابدا ان انا بقى اخد راحه لشعري، ابدا ان انا احط البروتين على الشعر، ابدا ان انا افرد الشعريه نفسها، ابدا ان انا استخدم المجموعه بقى كلها. طب عندي هير ماسك، الهير ماسك عايز اقول لك هايل برضو، بيرمم الشعر برضو، يعني ده دي نفس المجموعه، نفس المجموعه اربعه ايتمز، هير ماسك وبروتين، هير ماسك وبروتين وشامبو وسيرم، وشامبو وسيرم. المجموعه عايز اقول لك بتستخدم ازاي بقى، الماسك ولا البروتين اللي بيفرده؟ لا البروتين، البروتين هو اللي بيفرد، البروتين طبيعي 0.40 هو اللي بيفرد. بغسل شعري كويس قوي، بعد ما بغسل شعري كويس قوي بستخدم عليه البروتين، بنشفه سشوار هواء بارد، وبعد كده ابدا اجزق خصله خصله وافرد ده كاني بعمل صبغه في البيت سهله. طيب بس انا بتمشي عليها بالبيبيليس بالظبط، بمشي بقى عليها، ما انا بحط وبعديها بقى الهير ماسك، بعد بقى الخطوه اللي بستنى حوالي نص ساعه لساعه بعد ما بفرده وبحطه، بفرده بالمكوى، ببدا ان انا استنى عليه شويه وبعدين اشطفه بميه بس، اكيد احط الهير ماسك ربع ساعه ابدا اشطف وبعد كده احط السيرم. طيب عايزه اقول لك ان المجموعه دي مغذيه للشعر. يعني في ناس كتير استخدمتها وقلت لك انا الحمد لله شعري كان فيه تساقط ما عادش بينزل، ليه؟ لان مفيش فورمارين فيه. وعايزه اقول لك كمان بيطري الشعر، على عكس تفرد الشعر ده ناس كتير صوتت منه، فرد عشان الشعر عشان في فورمالين، الفورمالين ماده تحميض. طب نعرف منين انه مفيش؟ هقول لك بتعمل ايه، بتقدد الشعرايه، عارفه يعني بتخلي الشعرايه، حتى اصل انا جالي حاجه واحده سيده بتفرد لابنها وبنتها، ففردت لابنها، ابنها دايما كانت تفرد له اللي هو الفرد اللي فيه فورمالين، فكان يقف لورا كده مش عارف يتصرف فيه، واقف كده، فبدا ان هو خدوا الفرد وبداوا يعملوه الشعرايه طريه، قادر يتحكم فيها زي ما هو عايز. فده معناه ان الشعر طبعا مفيش ريحه كريهه. فطبعا ده دليل على نفاذة، يعني طبعا نفاذة، ريحة بتبقى فيه ريحة كريهة ما بتقدريش تشميها، لو مجرد انه بيتعمل بتبدأي تكحي، ده بيحنطوا بيه الجثث اصلهم الفورمالين ده. طب خلينا نشوف التقرير، التقرير بتبقى فيه بنوتة بتصور قبل بالزبط. وشعرها بقى بالماتيريال بتاعته الطبيعية وبعد كده بعد بالزبط. خلينا نشوف. اسمي فاطمة شكري، عندي 21 سنة، بعاني من تجعد والتقصف في الشعر وهيشان، وعندي واحدة صاحبتي بتعاني بنفس المشاكل اللي عندي، ففجأة لقيت شعرها اتحسن وبقى طبيعي بقى ناعم، فسألتها هي بتستخدم ايه، فقالت لي بستخدم مجموعة أورجانيكا جروب لفرد وترميم وتنعيم الشعر. كلمت الشركة وعرفت ان المنتج مترخص من وزارة الصحة وزيرو فورمالين ومنتج طبيعي جدا وآمن، قررت أخوض التجربة واستنوني في لوك جديد. زي ما قلت لكم ان انا هستخدم مجموعه الفرد وترميم الشعر لأورجانيكا جروب، بجد انا مبسوطه للنتيجه اللي انا وصلت لها دي خلال شهر واحد، انا كنت متخيله ان انا هقعد 4 شهور عشان اوصل للنتيجه دي، بس انا مبسوطه جدا ان انا وصلت للنتيجه دي خلال شهر واحد. انا استخدمت المجموعه، فيها بروتين، فيها سيرم، فيها شامبو، فيها هير ماسك، كلهم منتجات طبيعية جدا 100%، ما فيهاش فورمالين. انا بجد فعلا بشكر جدا شركة أورجانيكا جروب، بجد انا مبسوطة قوي، وانا عامة بنصح اي بنت تستخدم المنتج دوت. طيب كل مرة برجع أسأل نجلاء نفس السؤال وعايز أسأله لك،
بعد اذنك يا داغر تحط لي الصوره اللي هي قبل وبعد، في صوره قبل وبعد البنوته قبل ما تعمل شعرها وبعد ما تعمل شعرها. انا عايز اسال سؤال، هو كده معمول في معمول؟ لا يعني مش يعني معمول بالمكوى؟ لا لا، اتعمل البروتين ونشفناه هواء بارد بالسيروم. يعني كده مش معمول في الكوافير؟ مش معمول في الكوافير يعني خالص، هواء بارد. يعني نشفي هواء بارد الشعر. يعني هي تصحى من النوم تلاقي شعرها كده؟ على طول خلاص كده. بس انا عايزه اقول حاجه بقى، عايزه اوضح بس للناس حاجه عشان دي مش فاهمه. احنا البروتين بتاعنا زيرو فورمالين، فبيفرد على 4 شهور. ممكن تلاقي نتيجه 80% في اول مره. حسب تقبل الشعر وحسب برضو درجه الخشونه بالظبط، والبروتين يعني. نفسه كمان يعني حسب كمان انا عاملاه ازاي. اصل في ناس خلي بالك ما بتسخنش المكوى كويس، ولازم المكوى تكون سخنه كويس علشان تقدر تدخل لي الماده جوه طبقات الشعر وتبدا تفرد الشعراي. طيب انا بفرد على 4 شهور، كل شهر بعمل سيشن. يعني عندك 200 مللي بيكفوكي اربع شهور او ممكن 3 شهور حسب الشعر بتاعك. بفرد الشعر ده يعني انا برمم الشعر. هو احلى حاجه في البروتين انه بيرمم الشعر، بيصحصح الشعرايه عندي، بيخلي الشعرايه صحيه. طب انا بس هسالك سؤال كمان دلوقتي، طبعا الجذور لما بتطلع بتطلع الطبيعي، الشعر الطبيعي اللي ربنا خلقه. ده يعني اتسالناه كتير، اللي هو ناس علينا شعري فرد واصل الجذور بعد كده طلعت. طب ما هو طبيعي لان دي جيناتك. ده يعني شعرك. خلاص، ما هو طبعا احنا مش هنصلح من جوه البتاع. انا مش هغير ده. طيب بس هحسن بقى لو استخدمت. انا بقى ده معناه، ما هو برضه ده سؤال، ده معناه ان انا هفضل اعمل ده على طول؟ طب ده مش هيأثر على اللونج ران على ولا الحاجه؟ لان هو ما فيهوش اي كيميكالز، فمش هيأثر على اي حاجه، وده العلاج الوحيد للشعر الخشن على فكره. والا اذا كان لو هو بيعالج على طول مدى الحياه من جوه ومن بره، كان زمان دلوقتي الازازه بارقام خياليه اكيد. انت عارفه كان زمان ارقام خياليه، لكن دلوقتي احنا ده العلاج للشعر. بس انا ممكن الجذور اول ما تطلع اعملها بس، فده مش هيكلفني حاجه برضو. الجذور بس في صور قبل وبعد اللي قبل ما يتعمل وبعد. بصي كل الانواع الشعر هتشوفيها هنا في الصور. يعني ده اللي ناعم شويه مش الخشن. بس في ويفي، فهي عايزاه تبقى مفروضه على طول. بالظبط. ده نوع. ده نوع مش خشن. النوع ده بقى المجعد قوي، الاكرت اللي هو الافريقي، اللي هو تحسي ان هو عامل زي الافارقه. ده كده مفرود، ده قبل وبعد. خلال عايز اقول لك النتيجه تطلع دي خلال 4 شهور. ده كده غسله شعرها تطلع تلاقيه كده. تطلع كده تلاقيه كده. وشايفه الشعرايه كمان بقت صحيه، هتحسيها مش متقطعه، مش متقصفه، ما فيهاش حاجه. بالعكس دي صور خاصه بيكوا طبعا. بصي دي ايه؟ صور خاصه بيكوا. بالظبط، احنا حاطين عليها اللوجو بتاعنا. حتى الازازه نفسها موجوده اهي، قبل وبعد. خلي بالك ده مسبوغ الشعر. ده مسبوغ، يعني احنا عاملين بالانس كده ما بين المواد، ان الشعر كمان المسبوغ ان هو برده ممكن تفرد، مفيش مشكله. طيب. خالص. خليني اخد معايا يسرى على التليفون. يا يسرى. ايوه اهلا، ازيك يا مدام دعاء؟ اهلا بيك يا يسرى، عامله ايه؟ الحمد لله تمام. احكي لي انت استعملتي ايه؟ انا استعملت المنتج اللي هو بديل البروتين والكيراتين، اللي هو من اورجانيكا. اللي هو فردتي بيه شعرك؟ انا اصلا شعري نام. بس بعد يعني بعد شبر كده من فروه الراس يبدا بقى يبقى يلولو كده ويبقى هايش و يبدا المشاكل بقى بتاعه الشعر الهايش والتقطيع. شكله عامه مش حلو، يعني شكله وانت سايباه كده بعد الحمام يعني شكله مش حلو. فحبيتي تعمليه عشان تبقي على طول متوضبه في البيت. بالظبط كده. طيب انا استخدمته حتى الان 3 مرات، لسه ما جربتش المره الرابعه يعني. ومن اول مره بصراحه كانت النتيجه حلوه قوي، اللي هو ما حسيتش ان انا محتاجه اقرر تاني وثالث مره. برضه واللي فرق معايا انا بس برضه عندي شويه اسئله برضه يعني. طب عايزاكي تسالي بس، انت 3 مرات يعني على 3 شهور ولا 3 مرات في وقت قد ايه؟ يعني 3 شهور، او يعني برضه مش بانتظام قوي، على 4 شهور تقريبا. حصل تساقط، حصل يعني ساعات كده كنت استخدم يعني. المره الثانيه دي قعدت عليها شهرين عبال ما استخدمت ثاني مره. طب بيوقع الشعر؟ لا انا بقى اصلا شعري اوريدي بيقع من قبليه، فهو ما فرق يعني، فهو بيقع ما زال بيقع، فهو مش هو السبب بصراحه يعني. طيب عندك اسئله لسه عملوا اللي هو ما شفتش لسه المنتج ان هم كانوا بيعملوا التقويه. طيب انا بقى عايزه اسال في كده يعني. انا عايزه ابدا في التقويه. وفي نفس الوقت المنتج تنعيم الشعر، هو فعلا انا لما استخدمته مقارنه بالبروتين والكراتين ما فيش اي فيومز بتسبب الحساسيه والدموع والفضل يعني، كلهم مهما يقولوا ما فيهمش، بيبقى فيهم نسبه لازم يكون في حساسيه ودموع والانف
وكنت بتعب منها قوي. دموع ده بصراحه ما فيهوش. ده ما فيهوش يعني اللي بره فيه وده ما فيهوش. يعني ده ما بتحسيش. بس عايز اعرف، طب ليه ما عملش مثلا كل 10 سنين؟ ليه استنى 4 شهور؟ يعني هو المفروض ان هو حاجات طبيعيه فمش بيأذي الشعر، فليه؟ طيب ده سؤالين. يبقى انا كده عندنا سؤالين، هل هي تستخدم المجموعه بتاعه تقويه الشعر وانه ما يقعش، وليه ما تعملوش كل 15 يوم او 10 ايام؟ احنا مخلين السيشن بندي وقت للشعر علشان اشوف الشعر خلال الشهر هيعمل ايه معايا، رد فعله هيكون عامل ازاي. يعني انا دلوقتي فردت الشعر، ما ينفعش ان انا افرده دلوقتي وارجع افرده كمان 10 ايام، ما ينفعش. لازم ادي للشعر وقته علشان بعد الشهر يكون ارتاح وبدا يظهر عندي لو في اي مثلا تكسير تاني، اعرف المناطق بقى ممكن بس يبقى مناطق معينه بس، يعني مثلا ممكن يكون الجنب ده ما عملتش الفير فيه كويس قوي فابدا اعمله تاني، الجذور نفسها تطلع ادي براحل الجذور تطلع وابدا اشوف الشعر هيبقى عامل ازاي عندي. لازم 4 شهور. اي مواد طبيعيه علاجيه لازم باخد فيها وقتي، ولازم ما يكونش ورا بعض، ما ينفعش ورا بعض. انا ممكن افرد بيه هو كله مواد طبيعيه 100%، بس انا بقول ادي براحل للشعر، ادي وقت للشعري اشوفه بعد ما عملته شهر ايه اللي هيحصل. هو ما بيرجعش تاني قبل شهر على فكره، ده بالعكس بيفضل مفرود. طب ليه احط فرد على فرد؟ ما هو اوريدي هيبقى عندي مفرود. انت فاهمه انا قصدي ايه؟ ده بالنسبه ليه. طب بالنسبه بقى للشعر، التساقط الشعر بيقع. احنا المفروض ان احنا حتى بنسال العميله هي تلاقيها قالت انا عايزه افرده على طول او حاجه، تساقط الشعر ويمكن بتقولك انا ما قصرش معايا في اللي هو كده اوريدي كان بيتساقط، لازم تستخدم مجموعه تساقط الشعر. مجموعه تساقط الشعر فيها شامبو لتغذيه الشعر، في لوشن لانبات الشعر ومنع تساقط الشعر، وفي زيت حمام زيت، ودي المجموعه المفروض انها تستخدمها عادي على فكره مع مجموعه الفرد، مفيش اي مشكله خالص. معايا هاله. ايوه اهلا بيكي. اهلا بيكي يا مدام دعاء. اهلا بحضرتك، قولي لي استخدمتي ايه؟ بصي حضرتك، انا الاول استخدمت مجموعه تساقط الشعر لان انا كان شعري بيتساقط نتيجه لان انا فردته اكتر من مره بمواد تانية خالص يعني. فسالتهم وحتى قالوا لي بعت لنا صوره لشعرك او الاماكن اللي هي الفاضيه وبعتها لهم وتواصلوا معايا وقالوا لي على مجموعه تساقط الشعر دي، جربتها صراحه. لقيتها مش انبتت الشعر، اللي لاحظته ان هي وقفت السقوط. ودي كانت مشكلتي صراحه. تمام. بعدها بشويه ابتديت لما حسيت ان في ثقه في المنتج طلبت اللي هي المجموعه بتاعت الفرد، وهي فعلا لا مجموعه حلوه صراحه. طيب لان انا استخدمته مره بس وبعد كده لسه قدامي 3 مرات ثانيه. عايزه ايه؟ تساقط الشعر قد ايه؟ قعدت قد ايه؟ تساقط الشعر؟ استخدمته بقالك قد ايه فتره بتستخدمي تساقط الشعر؟ لا انا استخدمتها وخلصتها يعني قولي مثلا شهر، استخدمتها شهر. شهر كملي بقى، بعد الشهر هيحصل عمليه الانبات لان انا بعالج طالما حتى مع الفرد؟ مع الفرد عادي خالص مفيش اي مشكله. لازم الانبات مش من الاول، مش من شهر. يعني طبعًا. انا بسال عشان كده، مش من شهر ابدا احل المشكله. يمكن تلاحظي ان كل اللي اتصلوا بينا قالوا التساقط بيقل بعد الشهر، يبدا بقى في خلال ال3 شهور ال5 شهور يبدا عمليه الانبات ان انا بعمل انبات من جديد. طيب بالنسبه استاذه هاله حضرتك استخدمتي مجموعه الفرد شهرين، هل في لا قدر رجع التساقط تاني او حاجه؟ لا 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 انا مش ملاحظه تساقط صراحه، وهو ده اللي عجبني. الحمد لله. استخدمته مره بس ويا دوبك اسبوع هيعدي وابتدي اخد المره الثانيه. حاسه فرق في الشعر؟ بس انا حاسه فرق طبعا، يعني يعتبر اتفرد بنسبه 85% من اول مره. بس في حاجه بقى، العبوه مش هتكفي ال4 مرات. يعني طيب احنا هنحاول نعمل لكم ابديت جديد من العبوه ان شاء الله. ممكن تكون هي بتزود في كل مره عن اللي هي محتاجاه. ممكن تكون بتزود. بتفرق طبعا لو واحده شعرها طويل او كذا او بتاع. طيب احنا عندنا المناديل اللي انت حطاها دي، الأروبة المناديل الحلوه دي انا عجبتني بصراحه. يعني هي مناديل لاستخدام نسائي لتنظيف، الست لازم تنظف نفسها، تفتيح وتعقيم ونضاره. يعني انا بفتح المناطق من النضاره وعقم ونضاره. ريحتها جميله إيه طبعا، بتدي ريحه حلوه. ريحه اورجانيك. لا لا ريحتها حلوه قوي، ريحتها وريحه الميك اب ريموفل او اللي هو اللي بغسل بيه اللي هو غسول البشره كلينزر. اروبا نجلاء دي اروبا، لان انا بجيب الحاجات على طول المستورده على طول. فنجلاء ادتني بتاع غسيل الوش ده، قلت حاضر هنحطه على الحوض وكده وان شاء الله نبقى يعني. فالتاب بتاعي خلص، فجيت اجرب ده قلت يا اروبا يا نجلاء حلو، ريحته تحفه بجد حبيبتي. يعني مش المفروض، بس انا فعلا يعني الحاجات الباقي ده ما جربتش، بس بتاع الوش والمناديل دي. عايزه اقول لك على حاجه سريعه كده.
المناديل دي اسمها كلين اند دراي. عايزه اقول لك ان هي بتفتح وتعقم زي ما احنا قلنا وبتعمل نضاره. ازاي؟ فيها خلاصه ليكريش اكستراكت اللي هو خلاصه العرقسوس. فيها خلاصه الزعتر وده مضاد للالتهابات، مضاد ان هو يعمل اسمرار للمنطقه نفسها. طيب عندي فيه فيتامين اي، فيتامين اي مضادات اكسده، فبتعلي نسبه النضاره في البشره وبتشد البشره، ما تخليش فيه تجاعيد وبتبدا تفتح البشره كمان. عندي بانسينول فيه. يعني احنا حاطين كل المواد الطبيعيه اللي بتعمل ده. يعني ما اننا اجرب لك حاجه على الهواء بس. إيه هو طول النهار هو في شنطه الايد واي واحده بره بتشتغل في شركه من الصبح بتاع. بصي انا عايزه اوضح بس، هو مناديل مبلله وايبس نسائيه. عايزه اوري الناس بس حاجه كده لطيفه هيعرفوها. معلش دي بصوا السليوشن شايفاه. ملكي، يعني عامل زي الملك بالظبط. انا ببدا ان انا معلش انا اسفه ان انا هبهدل الدنيا بس انا عايزه اوري الناس عامل ازاي. يعني فعلا هو مش الايد بصوا عشان... لا على فكره لاي حاجه ايد او مناطق حساسه وتفتيح تفتيح و... يعني ممكن ومعقم. تعملي بايدك بصي السليوش استني عليه شويه بقى هتحسي ان في نضاره. وهو كمان المناطق الحساسه انه ما بيحرقش. بالظبط. فانا عايزه اقول للناس ما تحبش تحط مناديل مبلله وتخاف تتحرق. لا ما بيحرقش. مناديل مبلله ملهاش حل. تمام. طيب هنشوف صفحة أورجانيكا جروب على الشاشة علشان برضو الناس تقدر تدخل عليها ويقدروا يطلبوا من خلالها الحاجات اللطيفة بتاعتهم. نجلاء سرحان، انا عايز هتكلم معاكي بعد كده في الكلينزر عشان الوقت ده احنا الوقت خدنا، احنا كل شويه نقلل في الكلام في المجموعه. شكرا ليكي نجلاء سرحان مدير شركه اورجانيكا جروب. شكرا لكل المشاهدين على حسن المتابعه. نشوفكم على خير في الحلقه الجايه ان شاء الله.